تعرف الصدمات النفسية بالنسبة للأطفال ممكن تحصل له إمتى؟ يعني عايزين برضو سن معين إن احنا نتكلم ونوجه له الكلام ده أو النصيحة دي، هل الصدمات دي بتبقى مرتبطة بسن معين؟ لا، هي اول مرحله دخول المدرسه، يعني ممكن نتكلم من 3 سنين. من اول فكره دخول المدرسه هو بدا يعرف يكون جمله وكلمه ومشاعر ويقدر يعبر عن نفسه، بدا يدرك جدا العالم الخارجي، فممكن يتعرض لاي نوع من انواع الصدمات. والصدمه ايه الصدمه؟ حدث مؤلم بالنسبه له، حدث مؤلم خلى مشاعره تتغير وخلى سلوكياته تتغير، فطبيعي شخصيته تتغير، خلى يشوف الموضوع. يعني في فرق بين القلق والخوف، فالايكوال في الاخر ايه؟ الخوف هو انا خايف من النهارده طالع الحلقه، نفسي ابقى كويس عشان دي حاجه حقيقيه. طب ايه القلق؟ القلق هو شيء وهمي من حاجه ما حصلتش، فساعتها بيتحول حياته واي حدث لما بيحصل له صدمه او يحصل له اي اكشن، اي ازمه في حياته، بس هو كان من الشخصيات اللي ممكن تتعرض لده، فبيبدا يحس باي حاجه في الدنيا جديده عليه، او لو حتى مش جديده حتى لو كانت طبيعيه في حياته، بيبدا يقلق قلق وهمي. طيب انا عايز اروح اصلا للمصطلح نفسه او الاصطلاح نفسه، كلمه الصدمه النفسيه، يعني ايه الصدمه النفسيه؟ تفسيرها ومفهومها العلمي. مفهومها العلمي احداث حصلت كانت بالنسبة للطفل أو بالنسبة للشاب أو بالنسبة لأي شخص موقف مؤلم، فالموقف المؤلم أثر على المادة الكيميائية بتاعت المخ، فأصبح المخ بيتعامل مع أي موقف بإفراز الحاجات الأربع هرمونات بتوع السعادة، بتبدأ تقل تدريجيا وبيخلي الضغط النفسي، معدل الضغط النفسي الطبيعي بيتزايد، اللي هو الأدرينالين والأدرينالين والكورتيزون، فبتبدا الايكوال بتاعها تصرفاته تتغير مع الناس، الحاله المزاجيه بتتغير مع الناس. فالايكوال في الاخر مع تكرار السلوك ده بيبدا شخصيته بيبقى فيها مشكله.